أنور وجدي، النجم، سارق الكاميرا، عاشق السينما، صاحب الخيال والكاريزما والموهبة. آه يا غجر يا حوش يا نور، وقعتوا في إيدي يا متشردين. بدأت حياته الفنية بفقر وضيق، خلقت منه إنساناً يعشق الكفاح ويهزم الظروف ويتغلب على الصعاب. لو طلع ولد سميه على اسمي وحيد ألفونسو، لو استدعى الأمر هضحي بحياتي يا سعد. ليصبح في سنوات الممثل والمخرج والمؤلف والمنتج أيضاً. بطل أي حاجة، احنا بس عاوزين ننفعوك وخلاص. هدوء عزك يا عم. تزوج من الليلتين، أحب ليلى فوزي، وقيل إنه استغل ليلى مراد. عاوز أقولك إني بحبك. طب وماله، ما أنا عارف مهم كلهم بيحبوني. أمال فين ساعة الباشا والدك؟ أنا أبويا مش باشا. وبعد سنوات طويلة يمكننا أن نؤكد أنه زاد من نجومية ليلى مراد ونجاحها. ابن عمك فوتي قدامه. وبعد الانفصال ظل ناجحا في الوقت الذي راهن الكثيرون على فشله، فاستعان بطفلة صغيرة لتحقق إيرادات أكبر وأقوى من إيرادات الأفلام التي تلعب بطولتها طليقته ليلى مراد.